هذا السياسي ككل وقراءته، باش نتطرق لها مع ضيفي عبر زوم ينضم لي صوت وصورة عبد السلام شقير الإعلامي والمحلل السياسي. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بك وميمة، مرحبا بكل القائمين على نرى أفهم وبكل متابعيها. شكرا لتلبيه الدعوه استاذ. كما تعرف وكما كنت نحكي وككل الراي العام، اليوم نحكي على ارقام اصدرتها جريده المغرب، نحكي على تراجع حاد لنسبه التفاؤل للتوانسه ب 21 نقطه، نحكي على 53% تونس تسير، التوانسه يقولوا ولي تونس تسير في الطريق الصحيحه، ونحكي زادا على تراجع هام للثقه الكبيره اللي كانت موجوده في رئيس الجمهوريه قيس سعيد ب 11 نقطة، وفي نجلة بودن ب 16 نقطة. نعطيك زادة بعض الأرقام على خماسية الطليعة، يترأسها قيس سعيد ب 53 ب 66% عفوا، نجلة بودن 35%، عبد اللطيف المكي يتغلب المرة دي على عبير موسي ب 20%، وعبير موسي 18%، معها صافي سعيد 18%. هذوما خماسية الطليعة، بعد شوية نخلي لك مؤشر انعدام الكلي، لكن هات نعلقوا شوية على هالخماسية متاع الطليعة أستاذ، خاصة كي نشوفوا عبير موسي بعد ما كانت المنافس اللدود والدائم لرئيس الجمهورية، اليوم نلقاوها تتراجع بتقريبا بثلاثة برتبتين، وفي الرتبة متاعها تتقاسمها مع الصافي سعيد. شنو رأيك في هالأرقام اللي قاعدة تصدر وكيفاش تقيمها اليوم؟ في البداية مرحبا بكم مرة أخرى. هي الأرقام هذه وسيجما كونساي بصفة عامة ما عندناش الحقيقة ثقة كبيرة برشا في النتائج اللي تخرج فيهم من قبل، ملا طلعت سيجما كونساي وملا ولات توجه في الرأي العام بطريقة مشبوهة أعتبرها شخصيا، لأنه مثلا في الانتخابات التشريعية منذ أشهر تقريبا حتى حزب وهمي معناها اللي هو كان يتصدر المرتبة الثانية اللي هو حزب قيس سعيد، ونعرفوا اللي سيد رئيس الجمهورية كان قبل وصرح قال ما عنده حتى نية لإنشاء حزب، والناس لا تعرفوا الحملة التفسيرية نتاعه يقولوا اللي هو ضد الأحزاب السياسية إلى آخره. دونك سيجما كونساي تقوم بدور كبير في توجيه الرأي العام، تقوم بدور في صنع رأي عام تحبه هي وتحبه الناس بوتيتر اللي تتعامل معها ولا الناس اللي تعطي فيها في التعليمات. دونك سيجما كونساي ما نعلقش برشا على لي سونداج دوبينيون نتاعها. بون النسبه نتاع التراجع او التقهقر بدرجات لنسبه الثقه في شخص السيد رئيس الجمهوريه هذا معروف ومعلوم، وحتى اي شركه سبر اراء اخرى كانت تنجم تعطي معناها الارقام الحقيقيه اكثر من سيجما كونساي، لانه بعد ثلاثه اشهر او ما يفوق ثلاثه اشهر من 25 جويليا او ما يقارب ثلاثة أشهر من 25 جويليا، المواطن التونسي إلى دعم مسار 25 جويليا ما شاف حتى شيء على أرض الواقع، ما شاف حتى إصلاحات، ما شاف حتى نية للإصلاح، شاف فقط خطابات رنانة، شاف فقط تهديد ووعيد، شاف فقط تهديد بفتح الملفات، بمحاربة الفساد إلى آخره، بمحاكمة هو قالها شخصيا محاكمة من كانوا في الحكم خلال العشرية السوداء الأخيرة بعد 2011، ما فما حتى شيء هنا نشوفوا فيهم متصدرين نوايا التصريح، متصدرين المشهد الإعلامي. نعم رئيس الجمهورية اليوم اسقط في الشعارات الرنانة بعيدا عن الفعل. بالضبط، هما فقط هنا قلت لك فقط تهديد ووعيد، ما فما حتى شيء على ارض الواقع، بدليل انه اكبر الفساد معناها هو الشعب التونسي خرج ضدهم يوم 25 جويليا، مازالوا موجودين ويتحركوا ويعملوا في اللوبينج نتاعهم مع الخارج، ومازالوا يتعتوا معناتها يتمسحوا على اعتاب السفارات الاجنبيه وعلى اعتاب اسيادهم والتنظيمات الدوليه اللي ترعاهم ما غير حتى رده فعل من الدوله. به كيف كيف عبد السلام قبل نواصل مع السونداج، خاصة في مؤشرات الانعدام الكلي للثقة في الشخصيات السياسية، نلقاو في الطليعة رشد الغنوشي ب 32% و 82%، نبيل القروي 81%، سيف الدين مخلوف 75%، المنصف المرزوقي 73%، ويوسف الشاهد زاد 73%. كما نعاود نذكر انه منذ فترة مش بعيدة برشا كان المنصف المرزوقي كان من بين الشخصيات اللي يثق فيها الشارع والشعب التونسي والناس اللي تم استجوابهم في السونداج هذايا. ما تراش مصطفى المرزوقي اللي صار له مؤخرا في علاقته برئيس الجمهوريه وتصريحاته واستفافه ربما مع الشق الرافض لقرارات 25 جويليا خلاه ينهى يتراجع او خلاه يتصنف من ضمن الناس اللي تنعدم في مثقة.
هو منصف المرزوقي ربما باش يفسر انعدام الثقه اللي تزاد في الفتره الاخيره تجاه شخصه، لانه تحركاته المشبوهه الاخيره مع الخارج وتصريحاته اللا مسؤوله، ما نعرفش اسكو هي لا مسؤوله ومعناها ناتجه عن لا وعي نتاعو والا ناتجه على تنسيق مع جهات مخابراتيه وجهات اجنبيه ضد بلاده وضد الامن القومي نتاع البلاد، لانه تصريحاته الاخيره وكما قلت تمسحه على اعتاب الاجانب وعلى اعتاب التنظيمات الدوليه واستنجاده بالخارج عنوه وصراحه معناها معناها التدخل في الشان السياسي التونسي، هو مس من السياده الوطنيه، والمواطن التونسي طال زمانه ام قصر راهو لا يريد المس من سياده بلاده مهما كانت توجهاته. معظم المواطنين الوطنيين الذين لا ينتمون الى تنظيمات دوليه الا هم فقط تم خديعتهم من خلال انتخابات مزيفه في 2011 ومن خلال اجنده اجنبيه، اجنده الربيع العربي اللي تحكمت كما حبت وطلعت فئه معينه للحكم دون موجب معناها وبكل الاساليب اللي نعرفوها الكل والتمويلات القطريه والتركيه والدعم الامريكي الى اخره. توا الشعب التونسي فاق، ربما تحركاته الاخيره في الخارج في فرنسا هي اللي زادت زعزعت معناها منسوب الثقه نتاعو لدى الشعب التونسي، وبالتالي ماشي ويزيد اكثر معناها المنسوب هذا يزيد يرتفع ويطلع اكثر فاكثر. به السونداج ربما ينعكس بطريقة أو بأخرى ويفسر شوية اللي صاير اليوم في الشارع التونسي، كيف نحكيه على تحركات لحراك أو لمجموعة من الأطياف السياسية الهويات السياسية المستقلين زادة ضد قرارات 25 جويلية ضمن ما يسموه هما بمواطنون ضد الانقلاب. اليوم كيف ترى أن هل سيكون ستأتي أكلها التحركات هذه؟ هل سيعد القيس سعيد من تصريحاته أو من ما يقوم به، خاصة أنه هو اليوم أصبح يستند إلى حكومة ورئيس حكومة، كيفاش ينجم يأثر التحركات هذه في الشارع اليوم على ما يقوم به رئيس الجمهورية والحكومة الحالية بقيادة نجلة بودن؟ هو ساعة باش نسبوا ونوضحوا الأمور، كنت نسمع فيكم من بكري مع ضيوفك من بكري شوية، نعلق شوية على بعض المغالطات التي تم ترويجها من طرف الناطق أو الممثل نتاع حركة النهضة اللي كان حاضر معكم، لأنه فما برشا مغالطات تم ترويجها. نحكيو على المواطنون ضد الانقلاب، هذه راهي كلمة حق أريد بها باطل، هنا مش معناها أني مع قيس سعيد وإلا باش نمجد معناها مسار 25 جويلية وقرارات الرئيس الجمهورية، لا، أما نحب نعطي فقط لمحة معناها كونه الناس هذوما الساعة هو شكون اللي نظم الحركة هذيا الكل؟ هما جبهة 18 أكتوبر متاع قبل، معناها اللي هما تلموا مع بعضهم توا رجعوا مع بعضهم، اللي هما شكون؟ اللي هما الإسلاميين، اللي هما بعض اليساريين، معناها تيار معين من اليساريين أو تيارين من اليساريين، اللي هما الديمقراطيين يسميوا رواحهم ديمقراطيين، كما نجيب بالشافي خوه اللي ما عندهم حتى شيء، أحزاب الصفر فاصل حاليا لما تجيب ما توصل حتى شيء في البلاد، دونك هذوما تقريبا والتيار متاع الديمقراط نتاع محمد عبو، هذوما كلهم تلموا من جديد معاهم بطبيعه حزب قلب تونس، وهذا علاش حزب قلب تونس معاهم في الصوره، يقول قايل حزب قلب تونس تخلى الانتخابات لانه كان ضد الاخوان ووعد انه مش باش يتحالف مع الاخوان وباش ينظف المشهد السياسي، الا انه حزب قلب تونس تتعلق برئيسه واخ رئيسه والعديد من قياداته شبهات فساد منها الثابت لدى القضاء التونسي، وباش يتحرك فيها القضاء التونسي عاجلا ام اجلا، اذا هما يلوجوا كيفاش باش يكوفريو رواحهم، هذا علاش قلب تونس تخلى معاهم في العجه نتاع المواطنون ضد الانقلاب. هنا ضيفكم من بكري كان يحكي كيف كيف في نفس السياق، احكى على شرعيه البرلمان. هنا انا في البدايه انا ضد انه البرلمان يقعد معلقه اشغاله بالطريقه ذي، انا مع حل البرلمان من يوم 25 جويلية، صلاحيات رئيس الجمهوريه تخول له حل هذا البرلمان. الشعب التونسي لما خرج يوم 25 جويلية؟ خرج طالب بحل البرلمان، سمعنا حتى الشعارات رفعها هاي بالضبط، وحتى المقرات اللي تجهلها الشعب التونسي في ال 24 ولايه مقرات الاخوان، هذا ثابت معناها بالفيديوهات، دونك الشعب التونسي انتفض على الاخوان، خلينا نقولها بشكل مباشر، علاش الناس تلمع وتغطي وتكوفري وكل شيء، الشعب التونسي يوم 25 جويليا عنده زوز مطالب اساسيه اللي هي انتفاضه على الاخوان وازاحتهم من الحكم، كان واضح في مطالبه وفي شعاراته وفي اتجاهه للمقرات نتاع الاخوان وحرقها، وهو الحل البرلمان التونسي. احنا شنو صار من هذا الكل؟ علاش قيس سعيد ربما مش يتهرب لكن ترى ياجل عمليه حل البرلمان، علاش اليوم علاش قام بعمليه تعليق الاشغال نتاعه ولم يحل البرلمان؟ لم يحل البرلمان
لأنه العدو ربما، هذا اعتقادي وتفسيري الشخصي للأمور، لأنه العدو لي، العدو الإيديولوجي أو العدو الفكري والتاريخي للأستاذ قيس سعيد هو الحزب الدستوري الحر. الحزب الدستوري الحر كان متصدر المشهد السياسي ومتصدر نوايا التصويت بفوارق كبيرة، معناها كان يلعب وحده. الحزب الدستوري الحر هو الحزب المهيكل الوحيد اللي قاعد ينظم في اجتماعات شعبية كبيرة، اللي قاعد معناها يتحرك على الميدان، عنده هيكل وكل. دونك الحزب الدستوري الحر إذا كان تحل البرلمان وتم تعيين موعد للانتخابات السابقة الأوانها، باش يطلع الحزب الدستوري الحر هو الأول في المشهد السياسي، وهذا معلوم لدى القاسي والداني. إذا الأستاذ قيس سعيد ما يساعدوش اتسترا يكونوا متصدرين المشهد السياسي، ربما لأنه ما ينجمش يتعامل معهم، هو في اعتقاده الشخصي ما ينجمش يتعامل معهم فيما بعد في الحكم، ربما لأسباب أخرى. أما هذا هو السبب تقريبا الرئيسي وراء معناها التباطؤ هذايا في المسار نتاع 25 جويلية وعدم الاستجابة للمطالب الواضحة والشفافة للشعب التونسي اللي خرج يوم 25 جويلية. هذه النقطة. بالنسبة لضيفكم من بكري كان يحكي على الشرعية وقال معناها أن قيس سعيد انقلب على شرعية البرلمان. هنا خليني نعلق على الكلام هذا. راهو نذكروا اللي هو الصاحب يعطيك اللي هو قيادي إخواني وقت اللي كانوا هما في الحكم الإخوان خرج وهدد الشعب التونسي بالسحل بالدم، قال من يستبيح الشرعية سيباح، وهذا فيديو موجود لدى الدوائر القضائية وفيديو موثق صوتا وصورة. قياداتهم هما الإخوان هدد الشعب التونسي إلا إذا كان خرج وانتفض راهو باش يبيحوا دمه في الشوارع. هذه تصريحات الاختيرة إلا التو القضاء ما تحركش فيها. إذا ليس من حق هؤلاء أنهم يحكيوا على انقلاب على الشرعية وغيره. هذا التاريخ متاعهم الموثق والثابت إلا ما فيش مجال للنقاش ولا للجدل، لأنه صوتا وصورة به أحكيه. هو قال معناه في إطار الحوار مع ضيف الناطق الرسمي بالتنسيق أو الحملة التفسيرية الأستاذ قيس سعيد، قالوا راهو التعويذات كذبة، قالوا تعويذات كذبة ما فماش. مش صحيح، التعويذات ربما بالتسمية هذيك اللي هو مشى فيها سموه هما جبر ذرار أختي العزيزة. ونعطيك ملفات ثابتة في الدولة التونسية، فما قيادات من حركة النهضة خذت إخوان جماعة الإخوان اللي هم سماوا رواحهم منافذين فيما بعد على كل عملوه قبل متاع الرش والمال فرق وتفشيرات سوسة والمنستير وحرق باب السويقة إلى آخره، هذوكم خذوا عليه تعويذات سي ان ار بي اس قيمة 360 و340 قيمة الملف الواحد، معناه الشخص بركة خذيه 340 و360 مليون، وهذه راهي موجودة عند سي ان ار بي اس وعند الصناديق الاجتماعية في تونس، هذا يسموه هما جبر ضرر، إذا هما أفلسوا الخزائن متاع الدولة. نسمع فيه يحكي معناها بكل بساطة والحوار ونحن ندعو للحوار وإحنا غلطنا، إي كي أنتم غلطتوا تتحاسبوا يا بابا، شنو غلطتوا؟ أنتم فلستوا خزائن الدولة التونسية، أنتم فلستوا المالية التونسية، أنتم خليتونا نسيسيو للدول، أنتم دخلتونا صندوق النقد الدولي يرتع في تونس ويرهن في تونس احمر هنين الى اليوم لصندوق النقد الدولي. اذا كان اليوم صندوق النقد الدولي يقص علينا ترانش بركه من الكروزات اللي يعطي فينا فيهم، ما نخليوش ما نخلصوا الشهريه نتاع الوظائف العموميه في تونس. هذا هو المأساة اللي وصلونا لها الناس هذم اللي توا تحكي وتبرر وتقول الحوار. اوكي كلمه الحوار ولا لهنا باش نسالك اليوم امكانيه الجلوس في حوار يضم كل الفرقاء السياسيين يعني بعيدا على الحوار اللي حكى عليه رئيس الجمهوريه من حوار الكتروني مع الشباب المفهوم تاع الحوار تاع رئيس الجمهورية، هل وارد اليوم أنه نلقاو فرقاء سياسيين من أحزاب ربما ترفض قرارات 25 جويلية وأحزاب تدعم ما يحدث اليوم، دونك نجموا اليوم نحكيوا على حوار وطني كما كانت تطالب حركة النهضة منذ قليل على لسان الممثل نتاعها معنا؟ هو ساعة نوعية الحوار اللي يدعو له رئيس الجمهورية هذا أعتبره كلاما فارغا، يعني شنو معناها باش نتحاوروا مع الشباب الوطني؟ اسكو فما كريتير نتاع وطنية باش تصنف بها الشباب باش تقسمهم؟ علاش ما نكونش أنت شابة وطنية وأني شاب وطني وإحنا ما ننتميوش لنفس المرجعية ولا لنفس الإيديولوجيا؟ هذا كلام فارغ، معناه الشباب التونسي الكل شباب وطني، مش أنت باش تجي تصفي شكون وطني شكون تعطيه سك الوطنية وشكون ما تعطيش سك الوطنية. إذا هذا بيتو فيه تقسيم نوعية الحوار هذه. أما هما الإخوان توا اللي يدعيوا للحوار ويقولوا ويطالبوا بالحوار مرة أخرى، إحنا نراو كلمة الحوار كما قلت لك كلمة حق أريد بها باطل. إحنا ماناش ضد الحوار، أما مع شكون الحوار؟ مع أصحاب الدمارة؟ الحوار مع اللي دمروا البلاد؟
بالحجة والدليل والبرهان، مع لفلسوها، مع لأهدر الدماء متاع التوانسة، مع شكون الحوار؟ الحوار يكون بعد المحاسبة. ريتو إذا كان خدم القضاء على روحه، فما بوادر إيجابية للقضاء أنه يخدم على روحه، وتنحكيو فيها القضية متاع لطفي نقف الشهيد لطفي نقف، فما بوادر إيجابية أنه القضاء ترفع عليها كل المحاصرة السياسية، خليني نقول إلا كانت مسلطة. شكون اليوم قاعد يحاصر في القضاء اليوم بعد 25 جويلية؟ فما محاصرة مازالت مستمرة في القضاء؟ طبعا ما زالت مستمره في القضاء، وهذا كلام القضاة، راهو كلام اهل القانون واهل الاختصاص، مش كلامي يعني. موجود معناها التحليلات نتاعهم وكلامهم باهي لهنا. وقت المؤسسه القضائيه تخدم على روحها وتحل الملفات وتعيط للمشتكى بهم وتعيط للمجرمين وتاخذ اقوالهم وتحكم بالعدل وتحكم بالقسطات المبين وتحكم باللي حلفوا عليه القضاة النزهاء والشرفاء يوم تخرجهم، انهم يحكموا بالعدل وبالحق وبالقانون، وقتها نجموا نحكيوا على حوار. اما باش يكون حوار حاضر لي فيه انسان دخل لي ما نعرفش انا ابو عياض للقصر، ولا جماعه المرزوقي اللي دخلوا ابو عياض للقصر ودخلوا الارهابيين على قوام شرعيه ومشروعيه، وحوار مع اللي عاملونا قطع علاقات دبلوماسيه مع سوريا، وحوار مع الحوار باش يكون هذوما ممثلين موجودين في البرلمان اليوم. اذا كان تحكي انت على حركه النهضه موجودة في البرلمان، موجودة في صندوق الانتخابات، اللي هما ديجا قاعدين يطالبوا بانتخابات مبكرة. شوف توا ولاو يطالبوا بانتخابات مبكرة، قبل جوست بعد 25 جويلية ما كانوش يحكيوا على انتخابات مبكرة، لا مش صحيح، هما أصلا منقسمين ديجا، هما منقسمين وأعادوا معناها بناء بيتهم الداخلي، يعطاهم فرصة الأستاذ قيس سعيد، ونحب نحكي لهنا لأنه معناتها استبلاه التونسيين واستبلاه الشعب التونسي لن يمر من جديد. بعد ثلاثة شهور من 25 جويلية تمشي فرقة أمنية لمداهمة المقر وباش تلوج على المؤيدات وعلى الحجاج اللي باش دينهم، معناها هذه قرص لتخدير الشعب التونسي اللي جاي معاك يوم 25 جويلية وفهم انك قاعد تحارب في الخوانجية، اللي باش يبعث يهز معناها فما في المقر ويهز لتراس ويهز تراسابيليتي ويهز المؤيدات والحجاج لدينهم، مش بعد ثلاثة شهور. هما راهم اخلاوه المقر المركزي نتاعهم في مونبليزير وما خلاو فيه حتى تراس. اذا هذا الكل علاش قلت لكم هذا الكل راهو ضحك على الذقون. خلينا نكونوا واقعيين، ما تسمعوش الديسكور هذايا ربما في اذاعات اخرى او من اشخاص اخرين، لانه الناس كلها تتملق وناس كلها تحاول التقرب وناس كلها تلوج باش تتموقع وتاخذ مواقع في السلطه وتاخذ مواقع في المشهد الاعلامي ومواقع في المشهد السياسي. احنا نقولوا لي شوز كومان، احنا نقولوا الاشياء كما هي، نسميو المسميات كما هي. لا معناها لا سبيل اليه باش نضحكوا مجددا على الشعب التونسي. المواقع هذه والمواقع التواصل الاجتماعي اللي خولت للشعب التونسي باش يقع له تنوير وتقع له استفاقه، الحمد لله معناها مازال فما ناس عندهم تاثير ويتفرجوا فيهم مئات الالاف وقاعدين يصحوا في المسار وينوروا في العقول. دونك راهو باش نضحكوا على الشعب التونسي من جديد لا سبيل اليه. فما حتى نيه لمحاكمه الاخوان وما فما حتى نيه لمحاسبه الاخوان، ونعطيك دليل اللي هو راهو المشكله مش مع الاخوان، مع الدستوريين ومع الفكر البرجيبي والدستوري. عندك انت كارثه اعتبرها بكل المقاييس وفضيحه الدوله. السيده نجله بودن رئيسه الحكومه المعينه من طرف الاستاذ قيس سعيد تعين ناطقه رسميه للحكومه نتاعها بشكل رسمي، اللي هي السيده تراجع عن وعلاش هو المصيبه، علاش تم التراجع عنها؟ اسمع الحادثه كيف نيت وتفهم ان الدوله نتاعنا ماشيه للهاويه مباشره، معناها من غير حتى واحد. السيده هذه باشرت العمل نتاعها يوم 8 نوفمبر، توا معناها عندها جمعه ولا 8 ايام، باشرت العمل نتاعها يوم 8 نوفمبر، يوم 8 نوفمبر في الليل بعد ما روحت اعلموها باعفائها من مهامها، اقلوها. علاش؟ كيف تسالت علاش هي السيده امل العدواني واتصلت بها، كيف تسالت علاش تم اقالتها؟ بسبب تدوينات مساندة لعبير بوسي قبل 25 جويلية وقت اللي تعرضت للعنف، وقت اللي كليت ريحة وشفتوها كيفاش كليت ريحة. معناها شوفوا هالدولة هذه، هذا باش يرجع لنا الثقة، منسوب الثقة في الدولة وفي الحكومة، ولا شنو يتسمى هذا؟ معناها نعينوا إطار، وهي إطار راهي سيدة أمل العدواني نعرفها ونعرف المستوى نتاعها والشهادة العلمية نتاعها، هي إطار في الدولة في الاتصال وإطار في الشباب والرياضة، ومعروفة السيدة امرأة تعلم، امرأة معناها امرأة تونسية حرة، ما عندها حتى انتماء سياسي. كما الناس كل شافت مشهد العنف اللي سلط على امراه او حاولوا يقتلوها تحت قبه البرلمان، فساندت المراه التونسيه اللي هي رئيس حزب تحت قبه البرلمان، تم اقالتها بسبب هذه التدوينه. ماذا يسمى هذا؟ هذا شنو؟ هذا شنو؟ هذا محاسبه الاخوان؟ هذا التوجه في ارساء دوله عادله وفي ارساء دوله حقيقيه؟ دوله شنو هذا؟ علاش قلت لكم راهو الكلام هذا ما تسمعوش؟ هذه الحقيقه يلزم الشعب التونسي يعرفها، هذه الحقيقة المرة اللي لازم الشعب التونسي يعرفها. كيف ضيفكم بكري في حوار وتشنج مع ضيف الآخر اللي حاضر معاه، قالوا احنا هذا نتاع الإخوان، قالوا احنا شاركنا في محاسبة، راهي كيفاش هما شاركوا في محاسبة بن علي؟ هما الزعيم نتاعهم المرشد نتاع الإخوان راشد الغنوشي
قال يوم 8 نوفمبر وقت الانقلاب نتاع بن علي، ربي نفوقوا بن علي اللوطة. انا هو بن علي اللي انتم ازحتوه، بن علي اللي انتم حاربتوه. دي انتم معناتها الانتفاضه اللي صارت، لانه كلمه ثوره كبيره برشا، الانتفاضه اللي صارت في 2011 نتاع جهات مفقره وجهات مهمشه، ولا ركبتها ايادي اجنبيه واجنده اجنبيه نتاع الربيع العربي، هذيك الكل الاخوانجيه ما كانوش موجودين فيها راهو. هذيك هي اللي جابت الاخوانجيه من المنافي وخرجتهم من السجون في تونس. هي اللي عندها فضل على الاخوانجيه اللي يتكلموا تو ويقول لك احنا ازحنا بن علي ويكذبوا على الشعب التونسي مباشره، معناها ما غير لا حشمه لا جعره. ونرجع خاصة للفترة الاستثنائية هذه اللي قاعدة تمر في تاريخ تونس. اليوم نقاو روحنا في فترة استثنائية دون سقف زمني، شنو المانع اليوم باش ما يخرج رئيس الجمهورية أو حتى في بلاغ أو بيان أو مرسوم رئاسي أو اللي هو يتم فيه تسقيف الفترة الزمنية؟ علاش نقعدوا في فترة كما بكري ديجا تسألنا الوقتاش إلى متى؟ كل القوى السياسية اليوم حتى بما فيها الدعم لقرارات رئيس الجمهورية، بما فيها حركة الشعب، بما فيهم زاد حتى الرافضين يطالبوا رئيس الجمهورية اليوم بتسقيف الفترة الزمنية بتقديم خطة حول الفترة القادمة. ما تجمش تكون الدولة من غير برلمان، ما تجمش تصير الدولة فما مشاريع قوانين معناها ما تتعدى إلا ما يصادق عليها البرلمان. فما دستور، هل نحن نحترم هذا الدستور أم لا؟ خلينا نكون واقعيين وصرحاء، إلى متى باش تقعد حالة الفوضى والاحتقان الاجتماعي هذية في البلاد؟ إلى متى باش تقعد الدنيا كلها عالقة والقوانين عالقة وضبابية؟ يلزم الأول قلناه يوم 25 جويلية حل البرلمان والاتجاه في انتخابات تشريعيه سابقه الاوانها. تعرفي اذا كان صار هذا يوم 25 جويليه وتم التصريح عليه من طرف السيد رئيس الجمهوريه، رانا توا انتخبنا، معناها راهو انت الشعب التونسي انتخب من انتخبوا عبد السلام شقير. يتم عمليه الانتخاب بنفس قانون الانتخاب اليوم، ما ترش انه قانون انتخابي في حد ذاته يلزم تعديل؟ بالطبيعه القانون الانتخابي يلزم تعديل، هذا قلناه من الاول، احنا ضد القانون الانتخابي الاعرج اللي طلع لنا الفواضل والبواقي. طلعت في حاجه كتله ائتلاف الكرامه مثلا، ما فيها حتى نائب تلعب، ما فيها حتى نائب تلعب مجهود وراه كلهم بالبواقي والفواضل، نظام الفواضل معناها كلهم بالفواضل نتاع المنتخبين. ما فماش كرسي عندهم تلعب بجيد، ومعناها بعدد اصوات يكفي خوله باش يطلع، معناها هذا كل كي يرجع للقانون الانتخابي الاعرج. قلنا للسيد رئيس الجمهورية نعملوا لجنة، نعملوا هيئة، نصلحوا القانون الانتخابي، تجيب الخبراء، تجيب القوات، ما شاء الله تونس تسخر بالكفاءات راهو في القضاء في كل المجالات، نجيبوا نعملوا لجنة، نعملوا استفتاء، نعملوا اللي تحب أنت، المهم نصلحوا القانون الانتخابي ونتعداوا لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها. هذا مش صعيب راهو على الدولة التونسية، والسيد رئيس الجمهورية أستاذ في القانون الدستوري ويعرف الشيء هذا، وزملائه أستاذ في القانون الدستوري ويعرفوا الشيء هذا. عندك ليزي فيها بعض الكفاءات اللي خرجت منها بالطبيعة، لأنه ليزي كان مسيطر عليها من طرف الاخوان، وهنا سمعنا الفضائح بالجمله في لي كونفيرونس الاخرانيين نتاع ليزي ولا خرجوا منها، كيفاش كانوا معناها يعطوا فيهم في الاوامر والتعليمات. وسمعت قاضي يحكي معناها كلام خطير برشا، فيديو فيه 20 دقيقه يحكي على الخروقات نتاع الهيئه ذي ونتاع مدير الهيئه نتاع الانتخابات، كيفاش معناها مشات لصالح طرف سياسي معين. اي هن نشوفوا هالكفاءات هذيا اللي هي خرجت من ليزي لانها تسيست ليزي في الوقت هذاك، هات نشوفوا الكفاءات هذيا تعمل لنا صياغه نتاع قانون انتخابي جديد، ونمشيو في اتجاه انتخابات مبكره، خلي ترجع بالحق الشرعيه والمشروعيه للسلطه في تونس، وخلي ترجع الدول الاجنبيه والدول المانحه والدول المقرضه والدول الشقيقه والصديقه تتعامل معنا كدوله بالحق. ما نخليولهمش الفرصه للناس هذوما اللي يحكيوا على انقلاب توا باش يركبوا وباش يزيدوا يتقربوا للقوى الاجنبيه اللي تحب تستعمرنا من جديد، ويعرضوا عليهم خدماتهم مقابل انهم يرجعوهم في المشهد السياسي. وهذا الكل تتحمل مسؤوليته رئاسه الجمهوريه لانها تاخرت وتباطات في اتخاذ القرارات السليمه وفي الاستجابه لمطالب الشعب التونسي، الا كما قلت كانت واضحه يوم 25 جويليه. حل البرلمان، ابعاد الاخوان عن المشهد السياسي ومحاسبتهم، واضحين. اذا كان جينا طبقنا مطلب الشعب التونسي، المطلب الشعبي من 24 ولايه اللي خرجوا وانتفضوا يوم 25 جويليه، رانا تو لاباس علينا، راهو اتجهنا للاصلاح واتجهنا للبرامج. وشنو رئيس حكومه وحكومه تعينت تو عندها قداش من نهار؟ اكثر من 100 يوم تعينت، ما سمعناش صوتها سيده رئيس الحكومه. لا قالت لنا هاي ملفات اللي قاعده تخدم عليها الحكومه، راهو فما مشكله كبيره في الكوميونيكاسيون، فما مشكله في الاتصال. الحكومه هذه ما عندهاش برنامج، انت كيفاش تقراها هالصمت اللي موجود في علاقه برئيس الحكومه والحكومه الحاليه؟ ما فما شفناش برنامج حتى في
الكلمة اللي ألقاتها كانت مقتصرة على 4 نقاط وجيزة. اليوم النجم نحكيه على حكومة دول برنامج قاعدة تعمل بالضبط، لانه هما خلاو المجال، خلونا المجال باش نقولوا الكلام هذا وباش نتوجسوا وباش نكونوا متشائمين. اذا كان جات دوله تحترم نفسها يا سيدي، حكومه رحبوا بها برشا من الناس، واول رئيس حكومه على المستوى العالم العربي امراه سيده رئيس حكومه، الناس الكل فرحت، الناس الكل رجعت لها الروح، قلنا هاو باش يتحاسبوا، هاو باش تبدا المحاسبه الفعليه، هاو باش يبدا الاصلاح الجذري، هاو باش يبدا كذا. ما شفنا حد شيء، على الاقل اخرج لنا، اخرج يا سيده رئيس الحكومه، اخرج للشعب التونسي على القناه الوطنيه وقول لنا شنو برامجك، فاش قاعده تعمل، شنو البيلون تاع 100 يوم اللي صاروا هذوما، شنو ما بعد الزيارات للدول الاجنبيه، شنو ما هالبيلون، شنو عملت فيهم، شنو عملت فيهم الحكومه، ماذا ترتقي الحكومه، شنو اللي قاعده باش تشتغل عليهم الفتره القادمه. باش نرجع زيد الى تصريح ربما عمل ضجه كبيره في نهايه الاسبوع الماضيه، كان على لسان محمد عبو اللي تحدث على إمكانية عزل رئيس الجمهورية بطريقة شرعية أو حتى غير شرعية. كي تسأل كيف ذلك، قال الأمر وارد. دونك اليوم النجم باستمرار الوضع الحالي كما قاعد أنت تشوف وكما قاعد الشارع يشوف فيه، النجم نصو إلى مثل هذه التصريحات وإلى مثل هذه النساء المستوى متاع أنه يتم عزل رئيس الجمهورية بشرعية وغير شرعية وما إلى ذلك. هو يتحمل السيد رئيس الجمهورية، يتحمل كل المسؤولية في هذه التصريحات وفي هذه التحركات، لأنه أتاح الفرصة دي. ما نقول إذا كان تمت المحاسبة الفعلية وتحريك القضايا، معناه تفعيل القضاء كما نقولوا تطبيق القانون على الناس الكل سواء سياسي، راهو القياديين هذوما اللي قاعدين نشوفوا فيهم تو ماهمش موجودين في المشهد، راهم يقضيو في العقوبه السجنيه نتاعهم، برشا منهم تقضي في العقوبه السجنيه نتاعهم. وانا ديما نقول الا الاخوان والطبع نتاعهم والثوراشيين راهم يمشيو بالبوتون، يمشيو بالضغط على الزر بالفلسه. اذا كان غاب القائد نتاعهم ما عادش هما بيدهم يتبراو من التنظيم هذاك. دونك هو اذا كان جات فما محاكمه ومحاسبه فعليه للاخوان والقاده نتاعهم وللمفسدين بعد 2011، راهو ما شفناش الاحتقان الاجتماعي هذا واللوبينغ هذا والتنظيم هذا. انت عندك محكمة المحاسبات، محكمة المحاسبات أدانت في تقرير نهائي وبات بعض الأحزاب السياسية إلا منها النهضة ومنها قلب تونس في أنها تلقات أموال أجنبية ولوبيينغ أجنبي، وهذا يهبط على وزارة على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية، ومعناها رئيس الجمهورية تكلم عليه سيد رئيس الجمهورية. إيه فاش استنى القانون يخول لك حل هذه الأحزاب نهائيا بالقضاء بالقانون. لماذا لم يتم حل هالأحزاب كقلب تونس وحركة النهضة؟ هذا السؤال اللي يطرحه ملايين التونسيين، وهذا اللي في اعتقادي. الكلهم في بعضهم بالسلطه القائمه بهؤلاء الذين يختلفون اليوم مع السلطه القائمه، الكلهم العدو نتاعهم هو واحد، الحزب الدستوري. اذا كان باش نحاسبوهم هما يخموا هكا، اذا كان باش نحاسبوا هذوما حتى يخلى الجو للحزب الدستوري ويكتسح الساحه. مشكلتهم العويصه ومشكلتهم الوحيده هي الحزب الدستوري، هما توا قاعدين يشتغلوا ويعملوا على تقليص الشعبيه نتاع الحزب الدستوري، ما ينجموش هما لا محاله، اما قاعدين يشتغلوا على تقليص او تلفيق وعرقله معناها كل مسارات الحزب الدستوري والانشطه نتاعه. طيب. لكنهم مش باش ينجموا يوصلوا، اما هما هذا فاش قاعدين يعملوا حاليا، كلهم في بعضهم يختلفوا اليوم يختلفوا غدوه، ديما يقعد العدو نتاعهم هما التساتره. طيب عبد السلام شقيره الاعلامي والمحلل السياسي، اليوم شنو تقدم لنا كحلول كطريقه للخروج من هالمربع الدوامه اللي قعدنا ندوروا فيها، من الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، حلولك اليوم اللي تقدمها للخروج منها؟ أول حاجة التصريح بحل البرلمان نهائيا، حل هذا البرلمان الحالي نهائيا، وبالتالي الاتجاه وتعيين أجال الانتخابات سابقة لأوانها. هذا بطبيعة مع تعديل القانون الانتخابي، هذه ضرورة قصوى ما عادش تحتمل الانتظار أكثر من هكا. ما تبدأ الإصلاحات الفعلية إلا ما يصير هذا، راه ما نجموش نحكيو على إصلاحات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ونحن النظام السياسي بتاعنا مترهل ومنقوص، وعنا معناها قطيعة تامة مع العديد من الدول، وعنا تململ في الموقف وفي المواقف. انتم شفتوا يوم 25 جويلية كل القوى الأجنبية أيدت وساندت قرارات 25 جويلية، معناها الناس كل كان رئيس الجمهورية كان عنده تأييد ومساندة دولية مش محلية فقط. علاش من بعد تراجعوا وتراجعت المواقف نتاع الدول الأجنبية ومتاع المواقف الرسمية وبيانات السفارات، علاش تراجعت من بعد؟ لأنه موقعش محاسبة،
لانه ما وقعش الاستجابه والتقيد بتلك المطالب. احنا نستناو في حل البرلمان، احنا نستناو في محاسبه ومحاكمه المجرمين. انت مثلا هاو نعطيك بعض البعض من بعجاله عبد السلام، لانه ما عادش عندي فرصه. نعم، احنا المشكله العويصه نتاعنا حاليا شنو هي؟ ما هي بطاله ولا بطاله اصحاب الشهائد العليا خاصه ولا عن الاف البطاله ولا ما نجمناش نخدموهم ولا انت راجع قوانين العفو التشريعي العام والانتدابات العشوائيه نتاع الاخوان، هاتوا تلقى الاف وعشرات الالاف دخلوا بشهائد علميه مزوره ومزيفه، نحي هذوكم تو سامبلومون لانهم ما يستاهلوش البلاصه اللي هي هما فيها، وتخدم من يستحق اللي عنده شهاده جامعيه وعدى عمره الكل وثناه يقرا 4 سنين وخمسه سنين وسته سنين بعد الباك. هاو حل من الحلول هذا؟ هيك تخدم هنا 80,000 90,000 جري معناها، ما ماكش باش تثقل كاهل الدوله، لانك باش تنحي من لا يستحق وتحط من يستحق، ها هو حل من الحلول الجذريه. سكر الاوكار نتاع تفريخ الارهاب، اتحاد القرظاوي هذا الاتحاد الارهابي اللي رئيسه افتى بهدر الدم في ليبيا وفي سوريا مباشره، التو يشتغل ويدمغش في الشباب، والتو يهبط في البيانات ضد رئيس الجمهوريه وضد المسار نتاع 25 جويليا، التو يشحن في الشباب التونسي. اش معناها في خير الدين باشا اكل كوبا من رئاسه الجمهوريه الاتحاد هذايا المشبوه الارهابي التو ينتدب في ولاد التوانسه وبنات التوانسه ويقري فيهم في نظام البيعه نتاع داعش ويقري فيهم في الهم اللي قاعدين نشوفوا فيه هذا الكل، ومن بعد نقولوا اش بيش الشارع محتقن. هاو السيد رئيس الجمهوريه ما حبش يتحرك في امهات الملفات الحارقه، هاو ما حبش يتحرك في الملفات اللي تهدد الامن القومي التونسي. هذوما الاصلاحات، من هنا تبدا الاصلاحات وتنطلق من هذا. هيك نبداو نصلحوا، هيك نجففوا المنابع ونصلحوا. شكرا لك عبد السلام شقير لمداخلتك معنا، ان شاء الله الدعوه مفتوحه لتكون حاضر معنا في الاستوديو في حصص قادمه. شكرا لك عبد السلام شقير المحلل والاعلامي على حضورك معنا. هكايا متابعي منار فام نكون وصلنا الى ختام حصتنا لليوم.